ودلوقتي هنروح لزميلنا محمود جميل من العالمين الجديدة وهيقول لنا آخر الأخبار والفعاليات من قلب المهرجان. مساء الخير يا محمود، وقول لنا أهم وتفاصيل الفعاليات الموجودة النهاردة. مساء الخير عليك يا فاطمة وعلى كل السادة المشاهدين، برحب بيكم من مدينة العالمين الجديدة. قبل بس ما اتكلم عن الفعاليات خلينا نقلك المشهد دلوقتي في الممشى السياحي وحالة الإقبال الشديدة جدا على من الزائرين طبعا ورواد مهرجان العالمين الجديدة على الممشى السياحي ومدينة العالمين الجديدة، ويمكن أنا شايف كل الأعمار موجودة وكل الفئات من تقريبا كل المحافظات ومن مختلف طبعا الدول، لان النهارده كنا بنتابع في بعض الجنسيات الاجنبيه اللي موجوده في مدينه العالمين الجديده. فالحقيقه في حاله حلوه وفي حاله جميله من انبساط الناس في وجودها هنا في مدينه العالمين الجديده. ويمكن لسه يعني احدى السيدات الموجوده في الممشى السياحي بتتكلم ان هي مبسوطه قوي وفرحانين جدا بوجودهم هنا في مدينه العالمين الجديده. ويمكن انا شايف الفرحه في عيون الناس اللي بتلتقط الصور التذكارية. خليني بس ننقل صورة دلوقتي على الممشى السياحي ونشوف حالة الإقبال والزائرين اللي موجودين في الممشى السياحي. بنشوف أطفال دلوقتي بيلعبوا، بنشوف أسر كاملة موجودة. فالحقيقة في حالة إقبال غير عادية على مدينة العالمين الجديدة وعلى الإقبال اللي موجود على كل الفعاليات المختلفة. خلينا أقولك إن ده طبعا الإقبال بيتزامن مع الفعاليات المختلفة اللي موجودة في مدينة العالمين، سواء كانت الفعاليات الفنية أو الرياضية أو حتى الفعاليات الخاصة بالأطفال. وإحنا بنتابع يوميا الاستعدادات اللي بتتم على قدم وساق لانطلاق مهرجان نبتة يوم 15 أغسطس اللي هيكون فيه عدد كبير من الأنشطة والمسابقات الخاصة بالأطفال. النهاردة طبعا كنا مع استمرار بعض الفعاليات الرياضية اللي موجودة في المنطقة الشاطئية والخاصة بذوي الهمم في كرة السلة، والحقيقة كانوا بيستكملوا المباريات اللي بدأوها امبارح في حالة من الجمال والروعة ويعني التفاؤل على قدرتهم على ممارسة طبعا لعبة كرة السلة ووجودهم في مدينة العالمين الجديدة، وقد ايه ان هم فعلا مبسوطين بوجودهم في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وان هم يشاركوا في الأنشطة الرياضية المختلفة. كمان بتستمر معانا فعاليات وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق برحلة اليوم الواحد والشباب اللي بيجوا من مختلف المحافظات ومن مختلف مراكز الشباب علشان يستمتعوا بكل الفعاليات اللي موجودة، خاصة الفعاليات الرياضية، وكمان الاستمتاع بشاطئ اللي تم تخصيصه للطلبة ولذوي الهمم بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شاطئ مخصوص لذوي الهمم وللطلبة يقدروا ان هم يجوا ويستمتعوا بالأنشطة المختلفة فيه. كمان بتستمر بعض الأنشطة الخاصة بالحيوانات الأليفة والباراموتور، وطبعا ملعب كرة القدم الخماسي اللي بيستضيف بعض المباريات الخاصة بدوري الساحل، بالإضافة طبعا إلى الحفلات الفنية اللي هيتم استكمالها بكرة. بكرة إن شاء الله عندنا فرقة الأنفوشي هتقدم حفل مهم جدا في المسرح الروماني في المدينة التراثية، وده استمرارا طبعا للحفلات الفنية اللي بيتم تقديمها بالتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بالإضافة كمان إن المنطقة الشاطئية هتستأنف من بكرة بقى الحفلات الفنية الخاصة بالفرق التراثية وفرق التنورة. كمان النهاردة يعني حالة الإقبال كانت في أحد المولات الشهيرة اللي من خلفي في مدينة العالمين الجديدة والمصممة على شكل طبعا سقف صناعي خاص بشكل السحاب. الناس قد إيه مبهورة ومبسوطة بالتصميم اللي موجود بيه المول والتصميمات المختلفة للمباني المعمارية اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. فالحقيقة الناس منبهرة. كمان ان امبارح كان معانا تقديم خدمة مجانية فيما يتعلق بشاشة العرض اللي كانت بتعرض المباريات في الأولمبيات، وخاصة ماتش مصر امبارح وباراجواي وفوز مصر في المباراة امبارح، وحالة الفوز اللي كانت او حالة الفرحة اللي كانت بين الزائرين اللي موجودين خاصة في المنطقة الشاطئية اللي بتشهد عدد كبير من الفعاليات. ويمكن المنطقة الشاطئية بدأ يبقى فيها يعني ازدحام أكبر من الأول، وده طبعا بيتزامن مع الانطلاقة الأقوى للأسابيع الخاصة بالمهرجان. يعني احنا انتهينا من الأسبوع الرابع وبدأنا في الأسبوع الخامس، فيوم بعد يوم بيزيد الإقبال طبعا على الفعاليات المختلفة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. والحقيقة ده حرص إدارة المهرجان على إن الفعاليات تكون متنوعة. كلنا شفنا ردود الفعل اللي لسه ما زالت الناس هنا بتتكلم على
جيل التسعينات وحفل كاسة التسعينات، وقد إيه التناغم والذكريات الجميلة اللي كانت موجودة في الحفل ده كانت جميلة جدا، بالإضافة طبعا إلى حفل الفنان رامي جمال اللي كان امبارح، وكل الناس هنا بقى بتستعد طبعا لاستقبال الحفل الكبير للهضبة عمرو دياب اللي هيكون طبعا في نهاية هذا الأسبوع. فبالتالي احنا عندنا توليفة حلوة جدا من الفعاليات اللي موجودة واللي بدأت تجذب أنظار العالم كله، مش بس كمان المصريين، وبدأت تجذب كل الفئات المختلفة حقيقي. كل الفئات موجودة هنا في مدينة العالمين الجديدة، وبتقدر إن هي الفعاليات اللي موجوده، يعني اللي ليه في الرياضه بيكون موجود، اللي ليه في الحفلات الفنيه بيكون موجود، وكمان التنوع داخل الحفلات الفنيه فيما يتعلق بالاذواق المختلفه، يعني الناس اللي بتحب عمرو دياب، الناس اللي بتحب ويجز، الناس اللي بتحب كايروكي، كل الاذواق الفنيه موجوده في فعاليات مهرجان العالمين الجديده. وخليني كمان ااكد على الخدمات اللي تم اطلاقها ومتواجده لحد دلوقتي فيما يتعلق بخدمات شارع الصحه وسيارات الاسعاف المتواجده وكل الخدمات الصحيه الطبيه اللي بتكون موجوده في شارع الخدمات الصحيه اللي بتتقدم لكل زوار ورواد مهرجان العالمين الجديده، بالاضافه طبعا الى اتوبيسات النقل الذكيه والطاقه النظيفه، سواء الاتوبيسات الداخليه اللي بتنقل المواطنين داخل مدينه العالمين الجديده، او حتى الاتوبيسات الخاصه بالقاهره والاسكندريه اللي بتنقل المواطنين من القاهره واسكندريه للي حابب يجي يحضر كل الفعاليات الخاصه بمهرجان العالمين الجديده، خاصه الحفلات الفنيه اللي طبعا بتنتهي في وقت متاخر بالليل، خاصه حفل جيل التسعينات، لكن الاتوبيسات بتكون متواجده علشان طبعا تنقل الناس مره ثانيه في العوده الى اماكنهم. فطبعا دعوه مهمه جدا لكل الناس ان هي تيجي وتزور مدينه العالمين الجديده وتستمتع بالفعاليات اللي الحقيقه ما بتنتهيش. أكيد. كل يوم عندنا فعاليات وكل يوم عندنا مظاهر جميله في مهرجان العالمين فعلا الجديدة. يا محمود، هي فعاليات مهرجان العالمين في صخته الثانيه دايما متنوعه ومختلفه وطبعا جديده، ودايما في مفاجات دايما جديده. بشكرك شكرا جزيلا محمود جميل، كنت معانا من الممشى السياحي من داخل مدينة العالمين الجديدة. شكرا جزيلا ليك.